فهنا قلة التغييرات تلفت الانتباه لأبسط التغييرات. فقام سأل شنو اللي يخلي الناس تشتري سيارة البورش بالرغم أنه أغلب التصاميم متماثلة لآخر 50 سنة مع تغييرات بسيطة جدا بالتصميم. خلونا نرجع للآيفون وبعدين راح تعرفون الربط بين البورش والآيفون. أفضل وأسرع آيفون على الإطلاق، هاي الكلمات اللي دائما تستخدمها أبل كل سنة، واليوم راح نعرف حقيقة آيفون 15 برو ماكس بعد استخدام مكثف لأكثر من 3 أشهر كجهاز رئيسي. كل حساباتي الشخصية كانت عليه. فإذا أنت مقبل على شراء الآيفون 15 برو ماكس لازم تتفرج هذا الفيديو، لأن هذا راح يكون هو الريفيو الكامل اللي طلبتوه من عندي، وبإجابة لأسئلتكم، وأولها أكيد هل يستحق الترقية؟ شنو المميزات اللي إجت بي؟ وشنو سالفة الحرارة وهل هي بعدها مستمرة أو لا؟ خلونا نبدأ من التصميم. وتصميم الآيفون 15 برو ماكس شكلاً ومظهراً ما تغير عن الآيفونات السابقة، وهذا بسبب مبدأ الحفاظ على هوية موبايلات آيفون اللي راح تميزها بين كثرة التصاميم وهوستها. وبورش تستخدم نفس المبدأ اللي هو الهوية والسمعة، وهذه هي أكثر شغلتين تأثيراً بين الناس. أبل أحسها ما تريد تشوه بصري بتصاميمها أكثر من الإمكانيات اللي ممكن تقدمها إليك كجهاز، وهاي واحدة من الشغلات اللي سألتوني عليها دائماً، وشفت هواية من الرسائل والردود والأجزاء اللي موجودة بمواقع التواصل الاجتماعي تقول إنه ظهر الآيفون ينكسر بسرعة. يا حبيبي أكيد راح ينكسر إذا أنت سلطت عليه ضغط مو طبيعي، لكن إذا استخدمته بشكل طبيعي فأكيد ما راح ينكسر. بس أنت مو تجيب الجهاز وتظل تدفع به هيك، تحط عليه بد 15-20 كيلوغرام ما شاء الله يدك هالكبر وتريده ما ينكسر، فأكيد راح يطق بيدك. خلينا أفوت لكم بالمفيد حتى لا يطول عليكم الفيديو. طبعا أبرز شغلة تغيرت بالتصميم هو إحساس التصميم، الجهاز صار لطيف أكثر وهادي على إيدك بشكل أكبر من الآيفون أكيد 14 برو ماكس، وهذا بسبب تدوير الحواف من ناحية الظهر اللي كانت حادة وتحسها انه تحز اصابعك بمدة الاستخدام الطويلة. تغيير جدا مهم، لان احنا قاعدة نقضي ساعات طويلة جدا على الموبايل، فاذا انت من مستخدمين الايفون 14 برو ماكس وما تستخدم كفر ومعرقتك هاي الحواف، فهذا الموبايل راح تقدر تستخدمه بدون كفر. اللون الجديد اللي اشتهر اللون الرمادي بطعم التيتانيوم الطبيعي الفضائي اللي يعتبر من أقصى المعادن ويستخدم بالمركبات الفضائية، لأن يعتبر معدن خفيف نسبياً ومقاوم للشخوط والعوجاج بشكل كبير. وبسبب هذا التيتانيوم هنا حيصير عندك الفريم بلون مطفي، واللي قبت عليه الدنيا أنه الآيفون يطبع وما يطبع وهوسة، لكن بالحقيقة التطبيعات ما مرئية تماماً. أهلا أنت شايل مكبرة وتقعد تزوم على الآيفون، ماكو غيرها. والجهاز صار شوية أخاف بحدود 20 غرام. أكو فد شغلة أريدكم تجربوها، جربوا تشوفون شخص كل يوم لمدة جدا طويلة وخلي هذا الشخص يسوي فد تغيير معين. حقيقة التغيير ما راح يكون ملفت للانتباه، لأن أنت متعود عليه ومتعود على كثرة التغييرات. لكن خلي يغيب لفترة طويلة ما تشوفه ويسوي تغيير بسيط جدا ويرجع لك. هنا أنا أبسط شغلة راح تقول له أنت سمنان أو ضعفان. فهنا أنا قلة التغييرات تلفت الانتباه لأبسط التغييرات، وهذا اللي سوته أبل مع زر الأكشن اللي راح يكون قابل للضغط بدل السلايد. طبعا التصرف الطبيعي اللي تعودنا عليه لهذا الزر هو الزر الصامت، لكن أنت تقدر تخصصه أنه شغل ضوء، شغل كاميرا، شغل تطبيق، أو حتى تقدر تخصصه يسوي فد مهمة معقدة. وبعد التحديث الأخير صار بالإمكان تخصيص أكثر من حاجة حسب وضعية الآيفون. أبرز شغلة راح تلاحظها بعد ما تتعود على شاشة الآيفون 15 برو ماكس هي شقد الحواف نحيفة ومدمجة مع الإطار. وشاشة الآيفون طبعا تعتبر من الشاشات الممتعة والواقعية جدا، بس خلي ببالك أن طبقة الحماية مو كلش ممتازة، لأن الآيفون حيشخط عندك بسهولة إذا كان بدون لزقة. وتجربة الشاشة أكيد تحتاج إلى صوت، فسماعات على هذا الإصدار هي واحدة من أنقى وأعلى سماعات الستيريو على أي جهاز ممكن تشوفه. تجربة غنية ثلاثية الأبعاد بتقنية الدولبي أوتموس، لا يعني فعلا راح تستمتع بكل لحظة ويا هاي السماعات. لا أنسى الوحش اللي موجود بقلب هذا الجهاز اللي هو معالج الـ A17
برو اللي راح ينقل لك تجربة اللعب والاستخدام إلى مستوى البرو الحقيقي. معالج مرعب ما توصفه بإمكانيات السرعة، أول معالج بدقة 3 نانو متر وعندك الحساب. طبعاً أكيد راح يكون عندك هنا رام 8 جيجا بايت، وأكو ناس تقول راح يكون فرقه 10%، وصح فرقه 10% على الايفون 14 برو ماكس، بس هذا المعالج بإمكانيات معالجة عصبية وذكاء صناعي كنا نحلم نشوفه على حاسبات من قبل 10 سنين، ونتائجه كموبايل ممكن تقارن مع الأبل أم 1. وأبل هنا بدأت تباوع لي فوق وقالت خلي نخلي فد شيء ما مطروق ما تشوفه على أي جهاز. هذا المعالج اي 17 برو وصل مرحلة أنه يشغل لك ألعاب الحاسبة على جهاز موبايل. خلينا اختصر هذا الكلام شوية ونشوف الديمو. Available on consoles can now be played on iPhone thanks to A17 Pro. This is the future of mobile gaming, all thanks to the power of iPhone 15 Pro. فالتايب سي راح يزيد عندك من إمكانيات انفتاح أبل على نادي عشاق هذا المنفذ، فراح يدعم عندك الشحن العكسي لأي جهاز، وهذا الموضوع راح يختصر لك موضوع الشواحن وراح يزيد تطابق الجهاز ويا الإكسسوارات. بس تبقى هنا شغلة محبطة بالآيفون واللي هي دائما موجودة من زمان اللي هي قوة الشحن. يعني على جهاز سعره 1400 دولار ما راح تحصل غير 27 واط واللي يحتاج لك تقريبا انت ساعة وشوية على ما يشحن الجهاز، واكيد يعني انا اعتبره مدة طويلة بهيج سعر. طبعا البطارية ممتازة راح اطلعك يوم كامل بدون اي مشاكل. الصور حصلت على تغيير كبير من ناحية السوفتوير على مستوى المعالجة الصورية، والكاميرا تعتبر من اكثر التغييرات الملموسة والحقيقية بهذا الايفون. طبعا الكاميرا راح تكون عندك رئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل، وهنا المعالجة راح تلعب دور كبير بالاضافة الى عدستين افتراضية. واولا راح تكون عندك 28 ملم اللي هي كروب بسيط داخل السنسر، بصراحة يعني ما حبيت صورها، وال 35 ملم اللي تعتبر نفس البعد البؤري للعين البشرية. طبعا اذا نحكي على لوك الكاميرات وطريقة معالجة الالوان فبقت مثل ما هي، ما تجامل وتعطيك الصورة بالوجه بدون أي معالجة زايدة وكلش واقعية الصورة إذا ما قارنتها بأجهزة الأندرويد. طبعاً أي صورة تأخذها راح تقدر تعزل خلفيتها حتى لو أنت كنت بالوضع العادي مو وضع البورتري، وهاي هي الإضافة الجديدة اللي تستخدم الذكاء الصناعي والمعالجة الصورية الجديدة اللي موجودة بالآيفون 15. والفرق الثاني بالآيفون 15 إنه بالوضع الطبيعي راح تقدر تأخذ صورة بدقة 24 ميجا بيكسل، بينما بال14 برو ماكس السابق كان بالوضع الطبيعي هو 12 ميجا بيكسل، فهنا أنا صار عندك ميجا بيكسل إضافي بالوضع الطبيعي. وهنا التغيير الأساسي اللي صار بأسلوب المعالجة. تدرون ليش صارت 24 ميجا بيكسل بالوضع الطبيعي؟ لأن فعلياً الآيفون راح يأخذ صورتين، الأولى بدقة 12 ميجا بيكسل تتضمن كل المعلومات والألوان، والصورة الثانية راح تكون همين بدقة 12 ميجا بيكسل بس راح تكون بها معلومات الإضاءة والنويز والحدة. وهنا باستخدام الشبكة العصبية للمعالج راح يدمج الصورتين هذه ويولد لك صورة واحدة بدقة ال 24 ميجا بيكسل، وهذا اللي قلت عليه تغيير بأسلوب المعالجة الذكي. بس هل فعليا ال 24 ميجا بيكسل جابت فرق؟ بالتأكيد كواحد اكس ما راح يبين عندك الفرق، لكن انت هنا من تبدي تزوم 50% وبعدها 70% راح تشوف فائدة البكسلات الزايدة على الايفون 15 برو ماكس، لكن بشكل بسيط جدا. ويبقى صراحة سامسونج S23 ألترا بالصدارة من ناحية استخدام الزوم بالميجا بيكسل. خلينا نسولف على أهم إضافة سوتها أبل، وأخيرا ضافت الـ 5X زوم بصري. طبعا زوم ممتاز ما بي أي خسارة بالجودة، ورح تحصل على تفاصيل عالية وواضحة، وممكن تقارنها بتفاصيل عدسة الـ 2X. وإذا ما أخذت صورة بورتري فهنا أنا إمكانية العزل حتكون جدا قوية ورح تعطيك عزل واقعي مثل الكاميرات الاحترافية. لكن أكثر انتكاسة الكاميرا الآيفون 15 برو ماكس هو أسوأ جهاز ممكن تأخذ به صورة بالليل بكل صراحة. يعني شوف إسا قدامك هذه الكاميرا هي أو صورة هذه مأخوذة بجهاز شاومي اللي هو سعره 800,000 دينار، وهاي الصورة اللي بعدها مأخوذة بآيفون 15 برو ماكس اللي سعره 1300 دولار، 1400 دولار حاليا. لاحظ النويز طبعا، ولاحظ تشتت الإضاءة
والإكسبوجر القوي. وحتى لاحظ الهايلايتس البعيدة اللي موجودة بداخل المبنى، شوف الشاومي شلون قدر يستخلص المعلومات بينما الآيفون هنا مغير لونها وما واضحة جدا. أما من ناحية الفيديو فراح تحصل على كم خاصية، يعني نقول تبيض وجه. شوف أول شغلة هنا مثبت بصري صار ثلاثي الأبعاد، وراح تقدر تصور فيديو رو اللي راح يوفر لك مرونة عالية بتعديل الألوان، والمصور والفيديو أديتور راح يفتهم على شنو أنا قاعد أحكي. والأقوى منها إذا ما شكلت هارد خارجي تايب سي وانت دا تصور رو، فراح يتعرف عليه مباشرة ويبدي يسجل على الهارد دايركت، وهذا راح يسيب لك المساحة لأن فيديوهات الرو شوية يكون حجمها عالي. والشغلة صراحة اللي كنا ما متوقعيها انه اذا اخذت فيديو بالخمسة اكس اكيد بما انه زوم راح يصير باهتزاز، واول ما تشوفه لايف على الشاشة راح تقول هذا الفيديو ما ينشاف يعني صراحة. لكن بمجرد انه ما تحفظ الفيديو راح يختلف الموضوع بيه وتشوف بيه ثباتية رهيبة جدا. بس خلي بالك انه اذا تريد تحصل هذا الثبات لازم تشغل وضع الاكشن مود اللي راح ينزل الريزوليوشن الى 2.6K. وإذا ردت تصور صورة بدقة 48 ميجا بكسل بالدقة الكاملة فهنا لازم تفعل الأبل رو، وإذا تريد تفعلها فقصة طويلة، لازم تروح الإعدادات وتروح الكم تاب يلا تجي تفعلها. فما أدري يعني ليش ما خليته تدقمه واحدة وقبل مسوي ندرب عليك دربين روحة وردة. ونوصل إلى السؤال اللي ببالكم، شنو موضوع الحماوة؟ طبعا الحماوة انحلت في آخر تحديث والجهاز صار استخدامه جدا طبيعي وما بي اي اوفر هيتينج. هسه نجي للزبده، انا عندي 13 برو ماكس، عندي 14 برو ماكس، احدث ما حد شنو الموضوع؟ شوف كتقنيات ما يحتاج تحدث، لان انت الا في حال كنت من الناس اللي تستخدم الزوم هواي بصورك او فيديوهاتك، او انت اصلا مصور فيديو وتسجل رو، فهنا انا اقول لك اكيد ممكن تريد تحصل على مستوى مرونه عالي بالتعامل ويا الالوان او خاصيه التخزين الخارجي. بهذا الموضوع اي اوكي روح حدث حتى لو عندك 13 14 برو ماكس. لكن اذا عندك انت ايفون 13 العادي او 13 برو وجوه فحدث همنا يسوى، لان راح يصير عندك تغيير بالكاميرات والمعالج. لكن اذا كان عندك 13 برو ماكس او 14 برو ماكس فخليك عليهم والجهاز راح يكفن ويوفن وما بيهن اي اشكال، والمعالج راح يكون متقارب جدا مع الامكانيات. فان شاء الله استفاديتوا من هذه المراجعة، لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة.